الحديث أكثر إذن عن أعمال التجنيد التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران وزيادة نفوذها في سوريا. معنا هاتفيا من مدينة غازي عنتاب الباحث والسياسي السوري حسن نيفي، مرحبا بك. إذن ماذا يعني أو كيف تفسر استمرار أعمال التجنيد ترغيبا وترهيبا في سوريا التي تقوم بها الميليشيات الموالية لإيران؟ تحية طيبة لكم ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. إقدام الميليشيات الإيرانية على تجنيد الأطفال السوريين واستغلال الحالة المادية وحالة الفقر التي يعيشونها، هذه ليست بجديدة، وإنما بدأت بوادرها تتبلور منذ العام 2018، حيث تم رصد 6 معسكرات تشرف عليها ميليشيات إيرانية تقوم بتجنيد الأطفال السوريين. هذه المعسكرات في منطقة الشيباني في دمشق، وفي منطقة النيرب في حلب، والقصير في حمص، إضافة إلى منطقتي البوكمال ودير الزور. كما يعني ترصد الأخبار عن إقدام لواء الباقر الذي يقيم في مناطق الميادين ومن منطقة البوكمال ودير الزور في شهر يناير الماضي بتجنيد 50 طفل سوري من بلدة حطلة بإشراف قيادي من حزب الله يدعى هذا القيادي سيد مهدي، وتم إخضاعهم لمعسكر مدته 25 يوما يقوم فيه الإيرانيون على تدريب هؤلاء الأطفال على الاغتيالات وعلى قتال الشوارع. لا شك أن هذا المسعى هو مسعى إيراني نحو إنشاء جيل جديد في سوريا من الأطفال. هذا الجديد يصار إلى تعبئته بالإيديولوجيا الطائفية التي يعني تستخدمها إيران لخدمة مشاريعها، وبالتالي تستخدم هؤلاء الأطفال في قتالها، سواء في قتال السوريين أو في القتال باليمن إلى جانب الحوثي. وهذا هو المسعى الذي تقوم به إيران. لا. يعني هو السيطرة على الهيمنة على جيل جديد من السوريين. هذا ما يبدو سيد حسن عضل المقاطعة. يعني هل تعتقد أن هذه الأعمال المنظمة للانضواء في تلك الميليشيات ولا سيما للأطفال يمثل خطرا كما ذكرت بعيد المدى على تغيير الطبيعة أو البنية السكانية لنقل السورية مستقبلا؟ بالتأكيد أستاذ الكريم، يعني نحن يجب أن نعلم أن هذه الممارسات، يعني الإقدام على تجنيد الأطفال وتعبئتهم إيديولوجيا وتوجيههم عقائديا، هذه العملية تتم بالتوازي مع مشروع آخر لا يقل خطورة، وهو مشروع التغيير الديمغرافي في سوريا، والذي تقوم به إيران من خلال جلب الميليشيات من أفغانستان ومن العراق ومن لبنان، وتوطينهم بدلا من السكان الأصليين، أو بدلا من السكان الذين تم اختلاعهم من بيوتهم ومن جذورهم، وخاصة في الريف الدمشقي. يعني الآن من يذهب إلى منطقة السيدة زينب في دمشق يجد أنها تحولت إلى معقل للشيعة الإيرانيين الذين يحاولون الامتداد، سواء باتجاه الغوطة باتجاه الشمال الشرقي للغوطة، أو باتجاه التمدد جنوبا نحو مطار دمشق الدولي. وبالتالي فإن المشروعين، التغيير الديمغرافي المباشر وتجنيد الأطفال، هما يصبان في النتيجة بمشروع واحد، وهو الهيمنة على سوريا، سواء من حيث التغيير الديمغرافي أو من خلال استغلال جيل جديد. هكذا تتعامل إيران واقع الحال مع سوريا، هي تعتبر الجغرافيا السورية هي امتداد حيوي للمشروع الإيراني الفارس. أيضا ميدانيا، ما صحة المعلومات الواردة عن صراع محتمل مع روسيا؟ ولماذا سمحت موسكو أساسا لهذه الميليشيات الموالية لإيران بهذا النفوذ هناك في تلك المناطق؟ يا سيدي، هناك مسألة يجب أن ندركها جميعا. يعني صحيح أن هناك نوع من الامتعاض الروسي من تمدد الميليشيات الإيرانية ومن النشاط الذي تقوم به على الأرض، ولكن موسكو حتى الآن هي تعتبر نفسها أنها بحاجة إلى تلك الميليشيات. فما تمتلكه موسكو من قوات
قتالية في سوريا تعتمد على سلاح الجو فقط. أما الأرض فهي بحاجة إلى الميليشيات الإيرانية التي تقاتل على الأرض، وقد رأينا أن مجمل المعارك التي خاضتها سابقا كان سلاح الجو الروسي يقوم بعمليات حرق وتدمير شامل، ثم تأتي الميليشيات الإيرانية في الأرض، خصوصا أن روسيا الآن منشغلة يعني بما هو أهم في أوكرانيا. نعم صحيح. طيب توقف الأعمال العسكرية، عفوا أستاذ حسن، أيضا توقف الأعمال العسكرية للمعارضة السورية كيف أسهم بتوسيع هذه النفوذ هذه الميليشيات، وهل يمكن التعويل فعلا على حل سياسي قريب؟ يعني أعتقد أن هذا التوسع في النفوذ ومحاولة هذه الميليشيات التجدد بأشكال وأساليب أخرى لا ينسجم على الإطلاق مع القول بأن ثمة حلول سياسية تبدو قريبة. يا سيدي، كل كلام عن الحل السياسي ربما يفضي إلى الوهم إن لم يقترن بإلزام نظام بشار الأسد، وأقول بإلزامه أو إجباره على الانصياع للقرارات الأممية. وسوى ذلك أي حديث عن حل سياسي، يعتقد يعني السوريين ربما يعرفون نظام الأسد أكثر من غيرهم. هذا النظام في 2012 عندما كان يلفظ أنفاسه وأوشك على السقوط لم يقدم أي تنازل ولم يبدي أي استعداد لأي إصلاح أو عملية سياسية، فما بالك اليوم وقد عاد الروس ومكنوه هم والإيرانيون من استعادة السيطرة ومكنوهم من التقاط أنفاسه. أعتقد أن نظام الأسد لا يملك إلا الحل الأمني، وإن لم يكن هناك إرادة دولية تجبر هذا النظام المجرم على الانصياع للقوانين الدولية لا يوجد هناك حل سياسي قريب في الأفق. الباحث السياسي السوري حسن نيفي، هاتفيا من غازي عنتاب، شكرا جزيلا لك.